الرئيس بيشدد على ضرورة تقييم مخاطر القدرة التكنولوجية ومنع أي شكل من أشكال الضرر لهذه القدرة. خلونا نسمع جانب من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. والمعلومات كنز يا جماعة، كنز، وحاول تعبير صعب، وعورة. أنا هحط على كارت الطالب كل البيانات وتبقى متاحة، ويبقى بيانات الطلبة كلها. يعني عايزين ننتبه قوي قوي إن إحنا وإحنا بنتيح البيانات ديت إن الأنساق بتاعت والمركز هنا عنده القدرة دي، والنظام اللي إحنا عاملينه بتاع قواعد البيانات يا دكتور مصطفى معمول في الحكومة إن مش كل واحد يطلع على الجزء الخاص بيه. يعني لو انا رايح النهارده تامين صحي مثلا ومعايا الكارت او البطاقه الخاصه بيا، اخش على المستشفى اللي انا هعمل فيها هاخد منها الخدمه تشوف على التاريخ الطبي بتاعي، لكن ما تشوفش بيت حاجاتي، ما تشوفش انا اي حاجه تانية. كل جهه معنيه بالبيانات هتشوف البيانات الخاصه بيها، لكن البيانات العامه دي مش هتبقى متاحه ان انا اي حد يشوف كل حاجة، ما ينفعش. فنرجع ارجع تاني واقول خلي بالنا ان احنا واحنا بنتكلم على القدرة التكنولوجية لازم برضو نبقى عندنا تقدير وتقييم لمخاطر القدرة التكنولوجية، ما فيها ليها مميزات، ولازم نبقى برضو متحسبين ان يكون ليها اي شكل من اشكال الضرر.